مرحبا، في هذا الفيديو سوف أشرح كيف نكون غابة فيها مجموعة أشجار بأحجام مختلفة. إذا دعني بداية أكون لك لير جديدة لأعمل عليها، وهالليرة أسميها My Trees. My Trees مفروض مكان العمل، إذا دعني أخفي الباكجراوند لأبدأ العمل في My Trees. من هنا من هذه التول من Rectangular Tools أختار Line Tool. دعني أريد أكون شجرة بهذا الحجم، أسحب خط من هنا إلى هنا، لكن تأكد أنت من هنا مختار خاصية البعث كما قلنا سابقا. الآن أذهب إيش؟ أذهب إلى الفلتر، ومن الفلتر أذهب ريندرينج وتري، يعني أريد أرسم شجرة على هذا الباث. سوف يقول هناك أنواع مختلفة من الشجرة سأرسمها، مثلا أرسم أنا هذه الشجرة، أستطيع أن أزود اللايت دايركشن، أزود عدد الأشجار، السايز ليف، أتغيرها بالشكل الذي أنا أريده، يعني أرتبها بالشكل الذي أنا أريده. أضغط هيت سيف يكون لي شجرة على هذا المسار. الآن دعني أجب أن أخرج من هذا المود، أضغط اسكيب حتى مرتين حتى يخرج لي من مود الطول السابقة لأكون مرة أخرى أرسم. إذا نتأكد أيضا نحن في الباث ونحاول أن نكون شجرة بهذا الحجم هذه المرة. إذا أنا أرسم عليها شجرة، أذهب فلتر أيضا وأضغط ريندرينج وتري، ومن التري أيضا أتحكم في التري سايز، أختار التري التي تناسبني وأموت تحكم بها، لايت دايركشن والسايز ليفز، اختار السايز ليف اللي اريدها، الثيكنس، الهايت، كل شيء اتحكم بها بالشكل اللي انا اريده يناسبني انا. اوكي، هذه ايضا شجره بهذا الحجم. اذا نكون شجره اخرى بهذا الحجم الاكبر قليلا، لكن قبل ان نكونها كما قلت لك يجب ان تتاكد انت خارج من اي مود اخر، لا يوجد اي مود انت في داخله، لم تختار انت اي شيء، تاكد انت خارج سكيب من كل شيء وتبدا بالعمل بالرسم. دعني ارسم لك هذا اللاين، واريد ان اكون عاليه تري اخرى، اذا اذهب الى الفلتر، من الفلتر اذهب ريندرينج تري واحاول ارسم. اوكي، اريد ارسم هذه الشجره الان انا، وأشجرة أحاول أن أزود عدد الليفز الخاصة بها، لايت دايركشن أحاول أن أزوده، أو شيء أي شيء ترى أن تجعلك مناسب أو أي شيء. أوكي، هاي شجرة ثالثة. أنظر رسم الثلاث أشجار بسيطة بهذه الأشكال. طبعا كما قلنا ممكن نرسم كباك جراوند من هنا، نذهب الكوستام تول ونحاول من هنا نختار أشجار، لكن تأكد أنه هنا أنت لا تختار بيكسل، تختار باث بيكسل عفوا ليس باث، حتى ترسم اشجار بسيطة وروس صغيرة في الاسفل كأنما انها غابة او اي شيء، انت حسب تغيرها حسب اللون الذي انت يناسبك. طبعا هذا كل ما في هذا الدرس، شكرا لحسن المتابعة.